أي مؤسسة أمنية، أي مؤسسة عسكرية يجب إبعاد الطبقة السياسية عنها، وإلا قد نقع في مصيبة. الطبقة السياسية حامية للأجهزة الأمنية. ما كنت منطق، ما كنت منطق، وأنا كنت منطق. شلون عاد؟ الطبقة السياسية لا، الطبقة السياسية ليس حامية، وإنما المؤسسة العسكرية هي حامية الطبقة السياسية. لا حبيبي. ما كنت منطق. لا النظرية. لا. أخي المؤسسة الأمنية والعسكرية دائما هي التي تحمي النظام السياسي في العراق أو في كل دول العالم. حبيبي. أنت منين تقول لي الطبقة السياسية حامية المؤسسة؟ حامية. لا حبيبي لا. بتشريع القوانين والتفاوض على السياسات القانونية للمؤسسة. يكون هنالك فصل بين السلطات. هناك المؤسسة بين العسكرية مؤسسة حامية. لماذا لم يصل الحلف لسيادة البلد؟ وكان هو القائد العام للقوات السياسية العامة للمؤسسة الأمنية. هذا يوم الاتحاد. والدولة العراقية. بيا هيكلية دكتور حيدر. بيا هيكلية المؤسسة السياسية تحمي المؤسسة الأمنية. بيا هيكلية.